كانت ولادته في الرابع عشر من تشرين الثاني عام 35 حدثاً سعيداً لوالديه وللأردنيين جميعاً، لكن أكثر السعداء كان جده الملك المؤسس عبد الله الأول. ينحدر الحسين من النسب الهاشمي النبوي الشريف، وهو نسب متصل منذ 14 قرناً، وينتسب إلى آل عون، أحد أبرز فروع بني هاشم في العصر الحديث. توجهت الأنظار إليه بصفته ولي العهد الجديد بعد تولي والده الأمير طلال العرش، لكن حكم الملك طلال لم يطل كثيراً لأسباب قاهرة، فكان الحسين هو الأمل وهو النجم الذي سينير درب المملكة وينقلها إلى المستقبل. أقسم بالله أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة. شكل حكم الحسين الذي استمر 46 عاماً علامة فارقة في تاريخ المملكة. كان الحسين في 17 من العمر عندما نودي به ملكاً، فأدرك نهاية حلم الشباب ليتولى مسؤولية أثبتت الأيام أنه كان أهلاً لها. وبانتظار بلوغه السن الدستورية، كانت كلية ساندهيرست في انتظار الحسين ليتأهل فيها ما بين المنادات به ملكاً وتولي سلطاته الدستورية، فهي المكان الأفضل الذي يتعلم فيه المرء كيف يصبح ملكاً. كان ذلك قدره الذي لم يحلم به، وكان استشهاد جده الملك المؤسس عبد الله الأول أمام عينيه في المسجد الأقصى انعطافة حاسمة غيرت مجرى حياته وشكلت شخصيته والحدث الأكثر تأثيراً على مسيرة حكمه، والدرس القاسي الذي تعلم منه الحسين الشيء الكثير. تأثر الحسين بجده عبد الله الأول الذي كان يحدثه عن المستقبل وكأنه يعده ليتولى الملك، وكان شعاره الذي ورثه من الملك الشهيد إن حياتي ملك لشعبي. وإذ كان رفيقاً لجده في معظم جولاته، تعرف إلى عالم السياسة والحكم، فاكتشف التعقيدات غير المحدودة لفنون السياسة والدبلوماسية والقيادة والتسامح والتصالح، وهذا التأثير هو الذي صبغ السلوك السياسي للحسين. لا شك أنه المرحوم الملك عبد الله كان علاقته مع الحسين وهو شاب صغير علاقة يعني حميمة جداً، يعني إلى درجة واحد بيقدر يقول اللي ربى عبد الحسين هو الملك عبد الله، يعني علاقة خاصة يعني، وكان يتوسم فيه كل شيء وطلع هذا حقيقة فيما بعد. ببلوغه 18 جرى تتويجه ليتولى سلطاته وفق الدستور. ورث الحسين عرش بلد صغير ومحاط بالخصوم، فقير بالموارد الطبيعية وقليل السكان، وكان عليه أن يواجه نفوذ الإنجليز ونفوذ الساسة التقليديين وحركة وطنية في الجيش تسعى للاستقلال الناجز، فقرر أن يدعم هذه الفئة من الضباط الوطنيين. كان الحسين يرى نفسه وريثاً للنهضة العربية وامتداداً لثورة الحسين بن علي، والأردن إحدى ثمراتها، فكان ذلك هو هاجسه الأول والنجم الذي يقود تحركاته. سنة 56 لما صارت حملة السويس، أنا كنت بعدني طالب في المدرسة، لكن كنت أقدم برنامج ركن الطالب من إذاعة عمان اللي في جبال الحسين، كانت إذاعة صغيرة، وكنت أقدم هذا البرنامج. في يوم من الأيام إحنا بالاستوديو سمعنا ضجة، طلعنا وإذا إحنا وجها لوجه أمام الملك حسين. كان مدير الإذاعة الفرعية في ذلك الوقت رحمة الله عليه سريع ويضة، فنزل وعمل مثل الجندي هيك يديه، نعم سيدي نعم أمر جلال السيد. قال له أخي سري، بلغني الآن أن صوت العرب قد ضربت بالطائرات وانقطع إرسالها، وأنا لن أسمح بإخراس صوت العرب. شوف الكلمة المقصود فيها كان الرمز وليس الحقيقة، لأن صوت العرب من القاهرة كان نازل فينا وفي الأردن وفي الأسرة الهاشمية ليلا نهارا صبحا عشاء. ومع ذلك جاء الملك حسين وهو في غاية الأسى والأسف أن صوت العرب ضرب وتوقف عن البث، فأضاف لسرع ويضع اعتبارا من هذه اللحظة تصبح هذه الإذاعة صوت العرب إلى أن تعود الإذاعة الأصلية للبث. هذا لا يقوم به إلا ملك عربي هاشمي
انتماء العربي يفوق كل شيء حتى خصوماته مع الزعماء العرب الآخرين. جولات الحسين بين شعبه أكسبته معرفة مباشرة بأمانيهم وآمالهم، وكان همه أن يحقق لهم ما يريدون في بناء دولة حديثة تعتمد على نفسها وتوفر المستقبل الأفضل لهم. فيما كان قبل الحسين، المواطن الأردني يقول أنا كركي أو أنا طفيلي أو أنا شركسي أو أنا فلسطيني أو أنا حجازي أو كذا، أصبح بعد ذلك يقول أنا أردني أولا. فالحسين كان موحدا للشعب الأردني، جعل المواطن في الأردن يشعر أنه يفخر بأردنيته قبل أن يفخر بجهويته أو بمنطقته. فالحقيقة أن يعني هذه من إنجازات لا شك، عشان هيك أنا سميتها King Hussein's Legacy، يعني إرث الملك حسين، أنه هذا الإرث اللي صنعه هو الملك حسين، جعل كل مواطن يشعر أنه هو مواطن أردني قبل أي شيء آخر. لكن هذه الطموحات كانت على الدوام مكبلة بمعاهدة مع بريطانيا وقيادة عسكرية أجنبية تحد من طموحات البلد وتمنع تطويره. وقد طفح الكيل من الوعود الفارغة التي كان يقدمها قائد الجيش جلوب باشا بشأن ترقية الضباط الأردنيين وتطوير الجيش وتسليحه. كان الملك الطموح كثيراً ما يختلف مع جلوب فيما يتعلق بخطط الدفاع عن الضفة الغربية ومحاولته الجمع بين مهماته العسكرية وطموحاته السياسية وإبقائه مستوى التعليم في الجيش منخفضاً. ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه الأشياء التي يتميز بها القائد. القائد يتميز عن غيره أنه عنده رؤية وعنده قرار. فالملك حسين كان عنده رؤية وعنده قرار حتى في شبوبيته. أنا أول ما تعرفت عليه كان لسه صاير ولي عهد جديد، يعني أيام رحمة والده، فبتحس أنه عنده رؤية وهو شاب صغير. وبعدين يعني صاحب قرار، مثلا خذ قراره سنة 56، يعني شاب صغير بيغير كل ملامح الاستعمار البريطاني، فبيأمر يعني إزاحة جلوب وبشكل ما حدا يتوقع. كان كل الدنيا خايفة اللي شو اللي ممكن يصير بعد ذلك، ولا صار إشي. تنفيذ العملية بسرية بالغة كان الأساس لنجاحها، فلم يعلم بقرار عزل جلوب أحد قبل إعلانه رسمياً. في مجلس الوزراء أبلغ الملك الحكومة بالقرار طالباً التوقيع عليه قائلاً: هذه إرادتي وأريد التنفيذ الفوري. خلال 12 ساعة كان جلوب في طائرة نقلته إلى بلاده. كان هذا القرار نقطة تحول في مسيرة الدولة الأردنية ومؤشراً واضحاً على نوعية القيادة التي يتمتع بها الحسين. فقد رأينا نفعاً لجيشنا وخدمة لبلدنا ووطننا أن نجري بعضاً من الإجراءات الضرورية في مناصب الجيش، فنفذناها متكلين على الله العلي القدير ومتوخين مصلحة أمتنا وإعلاء كلمتها. وإنني آمل فيكم كما هو عهدي بكم النظام والطاعة. أثارت هذه الخطوة دهشة بالغة في العالم وفرحة غامرة في المملكة وفي العالم العربي، وكان رد الفعل العفوي من الجماهير العربية والأردنية: سلمت يداك يا حسين. في العام 57 نضجت فكرة إلغاء المعاهدة، فاتخذ الحسين القرار بذلك. كان ذلك العام خطيراً وحاسماً في سنوات حكم الحسين، إذ تصاعدت معارضة استلهمت الناصرية في تحركاتها، ما دفع الملك للتشدد في ضبط القوات المسلحة التي بدأت تتعرض لتأثيرات خارجية. عندما أقالت الحكومة 25 ضابطاً من المقربين للملك، كانت تلك النقطة الفاصلة، فطلب الملك من الحكومة الاستقالة، فصدعت للأمر. في تلك الفترة شهدت معسكرات الجيش ما عرف بفتنة الزرقاء، فخرج إليهم الحسين بكل الشجاعة التي عرفت عنه، واستطاع أن يعيد الأمور إلى نصابها. ولضمان الاستقرار تم تغيير قادة الجيش، وحضرت الأحزاب، وفرضت الأحكام العرفية، وبدأت صفحة جديدة في مسيرة المملكة. لا شك أولاً أنه قدري، هو يعني توجه الفلسفي في الحياة
أنه قدري، عندما يأتي وقتي كل الحراسة وكل الدنيا ما بتحميني، يعني هذا بيأخذها بشكل. القدري له تصرف خاص في الحياة، مش مثل اللي خايف على دقيقتين من حياته. لذلك لا كان يعني عنده الشجاعة الغريبة، مثلا بالجيش لما كانت إسرائيل تعتدي على أي منطقة وتضرب ولا مدفعية ولا على الحدود، ما تشوفه إلا بسيارته الخاصة بسوق وبيروح على منطقة المعركة. لما كان يصير مظاهرات في عمان ما بتشوفه إلا راح فات على المحاضرة على يعني عنده هذه الجرأة. الوحدة المصرية السورية في عام 58 شكلت تحدياً قوياً للملك، فكان الرد عليها بالاتحاد الهاشمي مع العراق، لكن الاتحاد لم يصمد سوى بضعة أشهر وانتهى نهاية مأساوية بانقلاب تموز الدموي. بعد تلك الأحداث أدرك الحسين أن الاهتمام بالجيش هو العامل الحاسم لحماية المملكة، ولأنه كان يؤمن بالعمل المباشر كانت أسعد أوقاته هي تلك التي يقضيها مع الجيش في معسكراته وميادينه. عملت تلك الظروف على تعزيز موهبة القيادة عند الحسين، كما أن أسلوب قيادته العسكرية وهو خريج أعرق الكليات العسكرية في العالم ضمن له الإشراف المباشر على القوات المسلحة ومعرفة احتياجاتها وقدراتها لأجل تطويرها ضمن فلسفة الجيش المحترف. ولأن الحسين كان مؤمناً بالتضامن العربي وضرورة التنسيق والتكامل، كان أول من استجاب لدعوة القمة العربية الأولى، على الرغم من أن العلاقات مع عبد الناصر لم تكن في أفضل حالاتها. السنوات التي تلت القمة الأولى حتى عدوان الخامس من حزيران لم تكن سنوات وفاق عربي بأي حال، بل شهدت ما عرف بالحرب الباردة العربية، وانقسمت دول المشرق العربي إلى معسكرين. حتى أتحدث عن التفكير الاستراتيجي للملك حسين سأذكر جملة قالها لي في يوم من الأيام حينما بدأت أن أعمل معه. قال لي: عدنان، إحنا في الأردن موقعنا الجغرافي نعمة ونقمة، نعمة ونقمة. إذا حكى كلمة جيوبوليتيكس، يعني هذا جيوسياسي. لما بتتأمل بالجملة تعرف كم هو صحيح هذا الكلام. الأردن في موقع الجغرافي فرض عليه سياسات معينة في محيط، مثلا لو أخذناه اليوم محيط من حولنا كله في حالة فوضى واضطراب، أنت ضمن هذه الفوضى والاضطراب، ما يجري حولك كيف سينعكس عليك؟ ستتجنب أن تجر إلى تلك الفوضى وبالتالي تخسر وتصبح العملية نقمة. حياة الأردن السياسية بأيام جلالة المرحوم الملك حسين مر في مراحل كثيرة للبلد في مثل هذا الحال تبع اليوم، لكن هذا الحال أسوأه. لكن كيف تعامل معها المرحوم؟ برأيي إنه دائما كان يحرص على أن يكون للأردن في أي لحظة من اللحظات التاريخية في المنطقة العربية أن يكون له عمق عربي، على الأقل عمق عربي واحد. باقتراب عام 67 تلبدت غيوم السياسة، أعداء من جميع الجهات وحرب إعلامية شرسة. كان العدوان على قرية السموع في الخليل قبل ذلك بأشهر شرارة فتحت عيون دول المواجهة على ما تبيت له دولة الاحتلال من عدوان متوقع. العدوان على السموع كان صدمة بالغة للحسين، لكنه أدرك أنه مجرد اختبار ومقدمة لما هو أكبر، لأن الأردن كان يؤمن أن أي دولة عربية منفردة بما فيها مصر ليست بالمستوى الاستراتيجي الحربي لإسرائيل، لذلك أي معركة تقوم في المستقبل يجب أن تكون معركة عربية وليس معركة دولة عربية مع الدول الأخرى. كان يدرك أنه إسرائيل ستجد أي حجة لتكملة
الهدف الصهيوني وهو احتلال فلسطين التاريخية. لذلك يعني كان يؤمن أنه أن المعركة يجب إذا قامت يجب أن تكون عربية، لأنها بالدرجة الأولى من أجل فلسطين. بعلاقاته الوثيقة بالولايات المتحدة علم الحسين بأن العدوان قريب، فقرر طي صفحة الخلافات واندفع إلى لقاء عاجل مع عبد الناصر، لأن شجاعته والتزامه القومي جعلاه يصر على العمل العربي المشترك تجاه فلسطين. تعكس تفاصيل اللقاء مع عبد الناصر قبل الحرب بأسبوع مدى تفهم الملك الحسين لطبيعة العدوان المتوقع، وتعكس إدراكه العسكري وفهمه لأصول القيادة. لا يمكن لأي دولة عربية لوحدها أن تحارب إسرائيل منفردة ولا تهزم، لذلك يجب في أي حالة تقوم بها حرب بين إسرائيل وبين العرب يجب أن تكون معركة عربية، من لأنها من أجل فلسطين. فهو عندما بدأت نذر الحرب الملك حسين أدرك أن المعركة واقعة لا محالة، فإذا وقعت لا يستطيع الأردن أن يقف متفرجا. وقع الزعيمان اتفاقية الدفاع المشترك، وكانت بالنسبة للحسين كما قال مغامرة محسوبة، فالحرب باتت حتمية وكان لابد من المشاركة فيها بالرغم من تأكده من عدم قدرة الدول العربية على تحقيق النصر. لكنه توقع أن بإمكان العرب الصمود إلى حين تدخل الدول الكبرى، لكن المفاجأة كانت أكبر من توقعاته. ما هو لأنه بسبب الحرب الإعلامية التي كانت ما بين ما كان يسمى المعسكر الثوري اللي هو سوريا ومصر والمعسكر الرجعي اللي هو بالدرجة الأساسية الأردن والسعودية، فكانت يعني إذاعات مصر وسوريا ليلا نهارا تصيح وما تستريح وهي تشتم الدول العربية الرجعية. فلذلك الحقيقة يعني الملك حسين أدرك أنه إذا كان قامت الحرب ولم يكن جزءا منها فسينتهي النظام في الأردن، لأنه كان العرب كلهم مجتمعين من الأقصى الخليج إلى أقصى المحيط كان بدهم الحرب. جرأة الملك الحسين وشجاعته في دخول الحرب والوقوف إلى جانب مصر جعل عبد الناصر يقف معه ويدعمه إلى أقصى الحدود، لدرجة أنه قال له اذهب إلى أي مكان في العالم وحاول استعادة الضفة الغربية والقدس وبأي وسيلة ممكنة ومصر بأكملها من ورائك. كانت حرب حزيران انعطافة مصرية حاسمة، لكنها لم تكن النهاية. لقد وضعته الأقدار في مواجهة أقصى التحديات الوجودية والأخطار المصيرية، وفتحت فصلاً جديداً في حياته. كان واضحاً أنه إذا بدأت الحرب ولم يكن الأردن جزءاً منها لن يسمح له أن يدخل بها بعد نشوب الحرب. فإذا نشبت الحرب ولم يشارك الأردن فطبعاً النتيجة واحدة من اثنين، إما أن ينتصر العرب ولو مهما كان نصراً صغيراً، وهذا سيؤدي بالنهاية إلى نهاية النظام الهاشمي في الأردن، أو ينهزم العرب وبالتالي يصبح الأردن كبش الفداء. إنه لو الأردن شارك في الحرب ما كانش انتهت هذه النهاية. كانت الحرب حداً فاصلاً بين مرحلتين، فالحسين قبل حزيران غير الحسين بعد حزيران. تجربة غنية، يعني تصور انه يعرب الجيش بالستة وخمسين وعمره 21 سنة مثلا، يلغي المعاهدة البريطانية وعمره 22 سنة، فرجل فذ، كان رجلا فذا، السن هذا على صغره أكسبه مهارات وخبرة استخدمها كتير في علاقاته العربية بالمستقبل ليصبح للكثير منهم مستشارهم، بمعنى مش يعني موظف عندهم، يسمعون له ويرجعون له. هاي فترة إلى أن توفي رحمه الله أخذ هذه المكانة. لقد آذاه ضياع القدس أكثر من أي شيء آخر، وحمل نفسه مسؤولية ضياعها ومسؤولية استعادتها، فكانت كل جهوده السياسية في كل السنوات التي تلت لأجل استعادتها، ولم يكن ليقبل أي تسوية لا تشمل تحرير القدس. الملك حسين بالنسبة له كان من المهم أن يحافظ على هذا التراث،
الذي ورثه هو الذي ينسب إلى الهاشميين وينتسب الهاشميون إليه أولا. ثانيا القدس فيها أهم الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين، يعني المسجد الأقصى المبارك ومسجد قبة الصخرة وكنيسة القيامة. ولذلك الحقيقة يعني كان يدرك أن محافظته على القدس هي جزء أساسي من التراث الهاشمي الذي مكنهم أو مكن الجيش العربي من أن يحافظ على القدس الشرقية وخصوصا المدينة القديمة في حرب 1948. وكانت وصدقني أنا يعني عملت في معية الحسين رحمه الله 5 سنين، وكنت دائما عندما يأتي الحديث عن القدس أشعر دائما أن القدس غصة في رقبة الحسين، أن القدس فقدت في عهده. لذلك كان على استعداد أن يفعل أي شيء لكي يسترد القدس، ونجح بقصة الرعاية الهاشمية في اتفاق إعلان واشنطن. كان القرار 242 المنصة التي اعتمدها الحسين لتسوية الصراع مع دولة الاحتلال، واشتراكه شخصياً في صياغة ديباجة القرار بتثبيت فكرة عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة كان معناه أن إيمانه بالسلام راسخ لا يتزعزع. في السنوات التي تلت الحرب، وكانت أصعب السنوات على الحسين، كان عليه أن يتحرك على أكثر من صعيد ويقاتل على أكثر من جبهة، لكن أخطر تلك الجبهات كانت الجبهة الداخلية. استفحلت قوة المنظمات المسلحة وبعضها تحت النظام، ففقدت الدولة الأردنية السيطرة على مؤسساتها، وكادت السلطة تضيع والبلاد تذهب في مهب الريح. كانت أزمة 70 تجربة خطيرة واختبارا صعبا، كان لابد من اتخاذ القرار، فإما ضبط البلد واستعادة هيبة الدولة أو فقدان الدولة والنظام. ما إن استعاد الملك عاصمته وبدأت معركة البناء من جديد حتى فوجئ بحرب تشرين عام 73. خلافاً للتوقعات لم يأمر الحسين بفتح الجبهة الأردنية، فقد كانت نظرته الاستراتيجية تقضي بانتظار رؤية نتائج جوهرية على الجبهتين السورية والمصرية. ولما وقعت التراجعات في الجبهتين اكتفى بإرسال لواء مدرع إلى الجبهة السورية ساهم في حماية دمشق. لو فتحنا جبهة كان عملوا معنا فك اشتباك، إسرائيل ما رح تعمل معنا فك اشتباك لأنه أنت هون أغفلت المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني الضفة الغربية بدون ياخدوها، هاي المشروع الصهيوني ما برجعوا لا إلي ولا غيري. وهي من الأخطاء الكبرى اللي ارتكبتها منظمة التحرير بهذا المعنى، بفكروا بعطوهم إياه. هيك أنت الآن من أوسلو اليوم كم سنة صار؟ 25 سنة، ربع قرن، مزبوط؟ ما نرجع. بالعكس صار بالضفة الغربية الآن 700,000 مستوطن، وهذا العدد من المستوطنين يفوق عدد اليهود بفلسطين لما الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 47 قسمت فلسطين، كان اليهود 500,000، الآن بالضفة الغربية 700,000. عملت مصر وإسرائيل فك اشتباك بعد حرب 73، وعملت سوريا مع إسرائيل فك اشتباك على الجولان. جينا احنا ندخل على الخط فك اشتباك ما عطوناش، أجانا الجواب من إسرائيل على لسان هنري كيسنجر، أنا كنت وزير إعلام. جاء يوما ما دولة زيد الرفاعي وبلغنا كوزراء، يا إخوان كنا نعرف إحنا إنه الدولة يعني سيدنا وبسعى عماله إنه يعمل فك اشتباك، فقلنا دولة الرئيس أبو سمير يا إخوان كيسنجر جاب لنا جواب قال إسرائيل بتقول نعم الأردن حارب بالأكتوبر بالحرب لكنه لم يفتح جبهة وبالتالي ما بيطلع له فك اشتباك. كان قدره على الدوام مواجهة الأزمات والمفاجآت، فالزيارة التي قام بها إلى القدس المحتلة الرئيس المصري أنور السادات كان وقعها كبيراً عليه وحجم المفاجأة مذهلاً. بالانضمام إلى الإجماع العربي الذي تجسد في قمة بغداد، واجه الملك تفرد مصر واستطاع أن يحمي المملكة من التأثيرات الجانبية لهذا الصلح المنفرد، إذ كان يخشى أنه سيكون على حساب الأردن. عمل الحسين على ترسيخ علاقات المملكة مع العراق التي رأى فيها عمقاً استراتيجياً قد يعوض خروج مصر عن الإجماع العربي، وإذ دعم الحسين العراق في حربه مع إيران فإنه كان معارضاً شديد المعارضة لمغامرته في الكويت.
تميزت جهود الحسين خلال أزمة الكويت بمحاولات إيجاد حل سياسي ضمن الإطار العربي يضمن خروج الجيش العراقي من الكويت وحفظ قوة العراق، لكن جهوده لم تقابل بما تستحق من الدعم والتأييد، بل تعرضت للإحباط بسبب نوايا مبيتة لدى آخرين لإحضار قوات أجنبية إلى المنطقة. كان الله يرحمه يخشى جداً من خطأ ما يرتكب من الكويت من العراق، لأنه هذا الخطأ هو يعرف أكثر من الآخرين، هاي قيمته بهاي بالذات، إنه الغرب بده ينهو العراق، فكان يخشى أن يرتكب العراق خطأً يعطي للجهات الغربية المعينة حجة في تدمير العراق. فرحنا ومعه هذه الفكرة، ناقشوا سيدنا بهذا الموضوع وحاول يهديه ويعطيه أمل بأن الحل السياسي ممكن وممكن جدا، وقل له أنا سأخرج من عندك وأروح للكويت وأحكي مع الشيخ جابر نفس الحكي، ما بصير وهي بتعملنا مشاكل، بتعمل لك مشاكل وبتعمل الأمة العربية مشاكل. والله بعد يومين 48 ساعة تلفونه من الصبح أجاني، سيدنا بدي إياك بالمطار، الدنيا صبح الساعة 5 ركضنا على الديوان، وسيدنا بقولنا احنا يعني جماعة بلغنا انه الملك فهد الله يرحمه اتصل فيه تليفونيا من الصبح وقال له صدام دخل الكويت. اول كلمة قال هاي اللي كنت خاف منه، راح تعملنا مشاكل وتعمل للعراق مشاكل، الغرب بدهم هالنقطة هاي، فلان بدهم هالنقطة هاي، ذريعة اعطاهم الذريعة الله يسامح، خلينا نشتغل نشتغل. فبلش حرصه على المصلحة العربية دفعه لرفض المشاركة في التحالف الدولي ضد العراق، وهذا جلب عليه نقمة دول التحالف. استطاع الملك الحسين تجاوز أزمة الخليج وإعادة الانطلاق من جديد، وهذه المرة عبر منصة مؤتمر مدريد للسلام. مع كل أسف، لأنه صارت الحكاية كلها بعد حرب الخليج، وإحنا موقف الأردن وموقف جلالة الملك الله يرحمه من موضوع الخليج أن هذه قضية عربية يجب أن تحل عربيا، مع كل أسف ما قبلوا ذلك، ولذلك اعتبروا الأردن يعني خارج عن العقل، فقامت أوروبا كلها والعرب كلهم قاطعوا الأردن وأوقفوا جميع المعونات حتى القضايا الدبلوماسية وكذا وكذا وإلى آخره، فكانت أحوالنا ليست حسرة. فلما خلصت حرب الخليج وغيروا الغرب، غير سياسته العامة في المنطقة خاصة بالنسبة لإسرائيل أنها مش مخفر متقدم وإنما هي دولة صديقة برعوها، لكن عليها أن تغير من خطة بطلت استراتيجية القديمة، فبدأوا عملية السلام، لكن بسبب غضبهم على الأردن لم يطلبوا من الأردن أن يشارك، ومضت الحكاية حوالي 3 أشهر حتى بقدرة الحسين الله يرحمه، فاللي أفهمهم جميعا خصوصا الغرب أنه لا سلام في المنطقة بدون الأردن. كانت المشاركة في مؤتمر السلام بوفد أردني فلسطيني مشترك، مما أتاح لمنظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في المفاوضات. ظل الحسين منذ أوائل الثمانينيات يرفض أن يكون وكيلاً عن الفلسطينيين أو يفاوض باسمهم أو يقيم سلاماً نيابة عنهم أو يكون بديلاً لمنظمة التحرير الفلسطينية. سيدنا ما بده الضفة الغربية، سيدنا يريد فقط إنقاذ الضفة الغربية، بده يسلمك إياه، بده يسلمها للشعب الفلسطيني، فعلاً هيك ما بده إياها، بس تاريخياً رجل عنده حس تاريخي، هاي سقطت مني، ضاعت مني الضفة الغربية، أنا بدي أرجعها، فقط يريد أن ينهي علاقته مع التاريخ، أنه ضاعت منه رجعها، بدوش يعني يكتب عليه أنه ضيع الضفة الغربية والقدس، تاريخ، أنا رجع ابن تاريخ. على الدوام كان الحسين يسعى لتعزيز الهوية الفلسطينية وإتاحة الفرصة للشعب الفلسطيني لممارسة حقه في تقرير المصير، وقد تجسد ذلك في قبول مقررات قمة الرباط عام 74 بكون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ثم جاء القرار الحاسم بفك الارتباط عام 88 ليحسم موضوع التمثيل الفلسطيني، وهو ما سهل المشاركة الفلسطينية في المفاوضات ومن ثم تدعيم الهوية الفلسطينية وإبرازها. سيدنا يوم اتأخر يجي، إلا هو جاي متأخر، لكن دخل، كنت لحالي
كان رئيس الديوان مسافر، كنت لحالي. فدخل مكفهر الوجه، واضح عليه الغضب، قعد دخن. فأنا أز كورتير يعني واحد من البلاط الملكي، بدك تكسر حدة الصمت الذي كان يرينه على المكان يعني. فقلت له بطريقتنا العربية المعروفة: خير يا سيدي؟ قال لي: قريت؟ جواب: قريت بيان الانتفاضة؟ قلت له: نعم قريته. قال لي: ما بدك إياني أزعل؟ قلت: شو اللي بزعل يا سيدي؟ فأجابني بهذه الكلمة وبصوت بخوف: الجحود يا أبو السعيد. عيد مرة تانية، قال: ما بدك إياني أزعل؟ قلت: شو اللي بزعل يا سيدي؟ الجواب بصوت هيك: الجحود يا أبو السعيد. كلمة كبيرة. فأنا صفرت في زعل حقيقي، وكلمة جحود، انتبه للتعبير. قلت: سيدي شو، كيف شفت الجحود؟ قال لي: ما قرأت فيه؟ بيحكوا عن الموظفين اللي هناك، هدول عملاء الأردن والنواب طلعوا خالف هذا. قلت له: آه. قلت له: بس يا سيدي اسمح لي. قال لي: ها شو بدك تحكي؟ قلت له: يا سيدي، كم من مرة جلالتك وأنا قرأنا بالصحف الأجنبية العبارة التالية التي تصف أهل الضفة الغربية بأنه شعب وديع، docile people بالإنجليزي. حكيت له إياها كمان، قرأناها بالإنجليزي عدة مرات، كانوا يصفوهم بالdocile people أي الشعب الوديع. ليش؟ لأنه كانوا الإسرائيليين بيبنوا مستعمرات وهم كانوا يبنوا معاهم، طبعا بدون يعيشوا الناس اللي جوا، فكانوا يصفوهم الأجانب docile people. سكت. قلت له: هدول docile people يا سيدي اللي موجودين اللي انذلوا كل هالفترة، لما انفجروا الآن بانتفاضتهم، ما تتخيل الكبرياء تبعهم شو اللي صار، استرداد كبرياءهم وكرامتهم. أنا بحكي سايكولوجي يا سيدي، وهذا اللي بيسترجع كبرياءه وكرامته بصير حساس لأي إشي. أعتقد هذا جزء من حساسيتهم، شعورهم بالاستقلال وبالقوة، بصيروا يعتبروا أي واحد تاني من ليس منهم خاين ولا إشي. خذها بهذه الطريقة. ما شاء الله. القرار كان قاسيا على الملك، فقد أراد أن يكون هو من يعيد الأراضي المحتلة ضمن جهد سلام عربي، لأن قضية فلسطين بالأساس قضية عربية، ولم يكن مرتاحا لإلقاء وزرها على كاهل الفلسطينيين لوحدهم. قلت له: يا جلالة الملك، أنا من اللي بيجلسوا معك، بكل ناس بيجوا من الأجانب، جماعات يعني كونغرسمن، نواب، بعض الدبلوماسيين إلى آخره. صححني إن كنت مخطئاً من كلامهم، أنا بفهم، صححني أرجوك يا سيدي إن كنت مخطئاً، بفهم من كلامهم إنه في رهان على سيدنا إنه هو الذي سيصنع السلام مع إسرائيل. قال لي: صحيح. قلت له: سؤالي لسيدنا، هل شعرت يوماً بأنه إسرائيل تعطينا الضفة الغربية كاملة قليلاً؟ كاتبه بكتاب الإنجليزي. هل شعرت يوماً أنهم سيعيدوا لنا القدس قليلاً؟ قلت له: جلالة الملك، هل تستطيع أن تصنع سلاما بضفة غربية ناقص؟ قال لي: لا. قلت له: بلى قدس. قال لي: أعوذ بالله. قلت له: إذن أنت جلالة الملك لا تستطيع أن تصنع السلام اللي براهن الغرب عليك فيه. منطق سقراطي واضح، داش كلام. سكت. بعد أسبوع جمع المطبخ، سأل المطبخ واحدا واحدا، الله يخليهم، بدأ بدولة الرئيس كان أبو سمير زيد الرفاعي، أول بداها فيه، قال لي: أبو سعيد احكي لهم اللي صار بينه وبينك على الضفة الغربية. يا حكيت. بدأ واحد واحد، بدأ أبو سمير دولة الرئيس، دولة أبو سمير: شو رأيك باللي بحكي أبو سعيد؟ قال له: أنا موافق. الثاني الثالث، بسم الله تغدينا، يعني خلص القرار، اتخذ القرار، صار التنفيذ ب 31 تموز. لم تكن جهوده من أجل أي سلام، كان هاجس استعادة الأراضي المحتلة وفي مقدمتها القدس وإزالة جميع المستعمرات هو ما يحرك تفكير الملك وأولوياته. ف
فالسلام الذي كان يسعى إليه الملك الحسين يجب أن يكون مكللاً بالكرامة والشرف وأن يكون عادلاً وشاملاً. عندما تولى الفلسطينيون شؤون قضيتهم وتوصلوا إلى اتفاق أوسلو وما تلاه من اتفاقات، شعر الحسين أنه لم يعد ملزماً إلا باستعادة الأراضي الأردنية المحتلة، وهذا ما جرى. وبرغم أن مسؤولية الأراضي الفلسطينية المحتلة كانت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد أصر الحسين في معاهدة وادي عربة أن يكون للأردن وضع خاص في القدس من خلال الوصاية الهاشمية على المقدسات. جاءت معاهدة السلام تتويجاً لجهود 40 عاماً من أجل السلام، والذين رأوا الحسين يوم توقيع المعاهدة لاحظوا كم كان سعيداً، وكانت تعابير وجهه وحركة جسمه تقول لكل من حوله: لقد جاهدت الجهاد الحسن وأتممت صوتي، وليهنأ شعبنا بالسلام. This is peace with dignity. This is peace with commitment. This is our gift to our peoples and the generations to come. جلالة الملك الله يرحمه يعني كان عنده رؤية وكأنه يرى المستقبل. شو اللي حدث بعد المعاهدة؟ رجع الاقتصاد الأردني، رجعت أرضك، رجعت ميتك، سويت حدود، أمنت على وطنك، أمنت الذي كان مهدد بالوطن البديل، مهدد تهديد كبير، وبالغضب اللي صار علينا يعني شو بدك أكثر من هيك تهديد. فكل هذا الحكي أزاله بسبب العمل السلمي، خاصة ونحن لسنا الأوائل في العالم العربي اللي ذهبوا إلى ذلك. احنا بعد ما راحت مصر وراحوا الإخوان الفلسطينيين والآخرين كما كنا نعرف أنهم داخلين في المفاوضات السرية بشكل آخر. كان الحسين يرى أن هدف معاهدة وادي عربة قد تحقق، لكن هذا لم يكن طموحه الأخير، بل كان يسعى إلى تحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط. ومن هنا تحمل على نفسه بين جلسات العلاج الكيماوي وغادر مايو كلينيك لكي يحث المتفاوضين في واي ريفر على بذل أقصى ما يمكنهم لأجل التوصل إلى السلام. في عام 89 بعد أحداث هبة نيسان التقط الحسين اللحظة التاريخية وأمر باستئناف الحياة البرلمانية والحزبية وإلغاء الأحكام العرفية وتحضير البلاد لانتخابات نيابية. أنا أعتقد أن الحسين الله يرحمه يعني قصة الديمقراطية وحرية وهو لا يؤمن بالدماء إطلاقا، يعني يؤمن بالمنطق ويؤمن بالكذا. فلما صارت الحادثة يعني في معان كان في إجازة برا، رأسا إجا معالجها معالجة جذرية، إنه الناس عم بيطالبوا إنه الحكومة هاي هي اللي فرض عليهم الخبز وما يتعلق بذلك، وكان وقت البترول أظن. رأسا قام الحكومة وألغى الأحكام العرفية وطلب انتخابات جديدة، وهو تحرك يعني هو قاد الحملة بدلا من أن تقاد عليه، هو قادها بنفسه، وطبعا الناس يؤمنون به. أرسل الملك الحسين دعائم دولة ديمقراطية حديثة، ومنذ تولي سلطاته أراد للحكومات أن تكون ممثلة للشعب وتحكم وفق رغباته وتعزز التوجه الديمقراطي. واتسمت مرحلة الانفتاح بالتطلع إلى مزيد من الحريات وبناء دولة القانون والمؤسسات. كان الحسين يتمتع بحس فطري فيما يتعلق بصنع القرار وتحمل المسؤولية، كان يقرر ويستشير ثم يعتمد أو يبدل وفق ما يشير عليه أعضاء المطبخ السياسي. هو من عاداته وهو في البلد إذا ما عنده شغل تاني بالجيش أو خارجه أو إلى آخره بيجي على الديوان على مكتبه، ما بيجلس في مكتبه، بيجلس في مكتب رئيس الديوان، بيجلس في مكتب رئيس الديوان. إحنا المستشارين نيجي نأخذ معاه نصير نحكي، إذا عنده شغلة بيحكيها إلنا وبسمع ردود فعلنا، مش بالضرورة بده ياخذ قراره، لا بيحكي على أساس يسمع آراء ويعجنها براسه، ومرات إذا اهتم برأي ما مما ذكر أمامه بيسأل وبعدين بطور الفكرة. إذا بدها قرار بيعملنا غدا في البيت تبعه، بيجمع رئيس الوزراء أول واحد طبعا ورجال الديوان ومدير المخابرة
وإذا في إشي بتعلق خصوصياً مثلاً لنقل بمدير الأمن العام بجيب مدير الأمن العام أو وزير الداخلية مثلاً. أما بعد هاي المطبخ وسمو الأمير حسن طبعاً. إذا هذا الحكي اللي حكيناه هذا عبارة عن دردشة يتحول بذهنه إلى مفهوم نقعد نناقشه كمفهوم أو كسياسة تطبق أو لا تطبق. آمن الحسين بالمدرسة العسكرية وتعاليمها وقوانينها في السلم والحرب. كان جندياً قاد جيشه في ظروف صعبة وقاسية، ولم يكن ليقدم على عمل دون دراسته من كل جوانبه. اتصف الحسين بالشجاعة الفائقة سياسياً وشخصياً، وبقدرة عالية على التجاوب مع الأجواء السياسية والاجتماعية السائدة والتعامل معها، وهي قدرات ساعدته على البقاء والنجاح في الدفاع عن الدولة الأردنية والنظام الهاشمي. يعني خذ اللي صارت في الباقورة، يعني قطع إجازته، كان في إجازة أو في سفرة الحقيقة إلى أمريكا، رجع وراح وزارهم. هل هين على أي إنسان اللي يروح يعزي؟ يعني عزة عادي بدك تروح العزة تشعر يعني بمضايقة، فكيف هذول؟ ومين هو؟ ملك هاشمي. لما بيقبل يعني القدرة اللي عنده انه يدخل بهذه العملية، لانه اكيد قدر قديش ثمنها، قديش ثمنها في العالم. فلما شافوه انه هذا انسان، هذا ملائكة، كل العالم الغربي وحتى الاسرائيليين صاروا يشوفوا فيه انسان غير شكل. ولذلك لما بيكون انسان غير شكل يطيعوه، يعني عندما يقترح شيء او يقدم، لانه شو عنده هو؟ عنده هالقوات العسكرية الضخمة، هالأعداد الضخمة، هالمال الكثير، ما عنده إلا يعني محبة الناس عنده هو بشعبه والآخرين. هذه قوة الملك حسين. تحدي البقاء وتحدي الدور التاريخي للأسرة الهاشمية وقيادة مشروع النهضة العربية كانت المحركات الرئيسية لشخصية الحسين وقيادته. وقد نجح أيضاً في تحدي محدودية الموارد، واستطاع أن يمنح المملكة وزناً كبيراً في الشؤون الإقليمية والدولية إلى ما وراء قدرات البلد الجغرافية والاقتصادية والديموغرافية. شو هي القوة في العالم؟ وين هي؟ إسرائيل تغلبت علينا ليه؟ أولاً بالعلم، ثانياً بالدعم الهائل الذي يأخذوه من كافة الدول الغربية. احنا كعرب خسرنا، لا عندنا علم هذيك الايام ولا قليل يعني، وكما الدعم مش معنا، كل اوروبا مش معنا معهم، ولذلك صارت الواقعه. فهو يعرف ذلك، فكان يعني توجهه الفكري انه هذه القوى يجب ان اجيبها الى جانبي. وهي القوه المعنويه، يعني انت مثل ما بيقول، انت يعني الذين يدعمونك عددهم كبير وأقوياء، فأنت أصبحت قوي. ولذلك كان توجهه إنه القوة اللي كانت كلها مع إسرائيل كان يسحب منها، يعني خاصة من الدول الغربية، ويحضر نفسه كقائد حضاري. في السياسة الخارجية التزم الحسين مرونة واضحة بما يتناسب وأمن الأردن الوطني والحفاظ على العلاقات الجيدة مع باقي الدول. وقد أعطى للأردن دوراً قوياً رائداً وحضوراً دولياً متميزاً من خلال لقاءاته المتعددة بقادة العالم، فكانت تلك اللقاءات وسيلته لبناء الصداقات بين الشعوب ومد الجسور بين الدول. نحن دولة صغيرة فقيرة شحيحة الموارد، محاطة بدول أقوى منها. لقاءات الملك حسين مع الزعماء أكسب الأردن مهابة واحتراما. يعني أنا كنت أشوف كيف كان يستقبل الحسين من رؤساء الدول، كان يستقبل كأن الأردن دولة، بديش أسميها عظمى، دولة كبيرة ذات مهابة. الزيارات الشعبية كانت إحدى سمات الملك الحسين، فقد كان يشعر بكثير من الراحة عندما يلتقي أبناء شعبه في مواقعهم، وقد أحب شعبه وتفانى في العمل لأجله ولم يضع حواجز بينه وبينهم. ميزة الأردن التناغم، بسميه أنا التناغم بين القيادة والناس. هذا التناغم هو اللي بيكفل الاستقرار. هلأ بتلاحظ اللي الأشياء اللي موجودة في العالم العربي، خصوصا بالربيع، في تنافر كان بين القيادة في أي بلد والناس،
ولذلك بسهولة جاء التفجر. قاد الحسين ملكية حاكمة، لكنها مستنيرة تعتمد على التواصل الإنساني بين الملك رأس الدولة وشعبه، بما ينطوي على الحكمة والبصيرة واستشراف المستقبل. من خلالها كان يبلور المواقف الوطنية ويضمن بذلك دعم الشعب لسياسته ومواقفه وقراراته. أعتقد أولاً الظروف اللي بتمر، الشيء الثاني هو بؤمن بالتجربة الشخصية. يعني أحياناً كان يجيب شباب، يعني مثلاً زيد الرفاعي لما كلفه أول مرة كان بمنتصف الثلاثينات عمره، وكذلك أجزاء الله يرحمه. يعني يؤمن بإعطاء الفرص، لكن بنفس الوقت كان يأتي بنفس الخبرة من الجيل القديم. يعني إبراهيم هاشم يعني صار عمره أبصر قديش قبل ما أنه بطل يحكم، توفيق أبو الهدى، سمير الرفاعي إلى آخره من هؤلاء الذين ساعدوا على بناء البلد وكان لهم عمل أساسي. بين فترة وفترة بيجيبهم تيكسب منهم ويكسب من الشباب، فيعني احترم الكبار وهيئ الصغار. كانت جهوده من أجل السلام مدعاة لكي يكون على قائمة الذين تم ترشيحهم لجائزة نوبل، وقد بدأت الإجراءات المطلوبة لذلك، لكن القدر كان أسرع. كان يفصل بين الجائزة والحسين أيام فقط، وحال الموت بين حصولي على هذه الجائزة. في يوم قرأت أن بروفيسور لوندستاد هو مقرر، بالإنجليزي بيسموها رابورتور، هو الرابورتور تبع جائزة نوبل للسلام. طلعت على النرويج وسألته أنه أنا هيك الملك حسين كما يبدو للجميع يعيش آخر أيامه، فأنا بعتقد أنه إذا في شخص في العالم أو زعيم في العالم يستحق جائزة نوبل للسلام هو الملك حسين. قال لي I couldn't agree more، يعني أتفق معك تماما، إني تصرفت منفردا لأنه دولة الدكتور فايز الطراوني أوصاني أن لا يتسرب شيء عن هذا الموضوع إلى الإعلام إلى أن تتم الجائزة. ومع الأسف الشديد أن الموت حال بينه وبين هذه الجائزة رحمه الله. كانت سنة 98 قاسية على الأردن بسبب مرض الملك وغيابه. كان لديه من الشجاعة ما يكفي ليصارح شعبه بما أصابه. في الشهور الستة الأخيرة من حياته كانت مايو كلينيك مسكنه. تسبب المرض في فقدانه للوزن والإحساس الشديد بالتعب، لكنه تحمل معاناة المرض بشجاعة نادرة. الحسين رجل فهم قدره وعرف كيفية التعامل معه. رفض الهيمنة من أي جهة، لكنه عرف كيف يتعامل مع الجميع الذين طلبوا منه في النهاية أن يعذرهم. وفي يوم وداعه الأخير جاءوا يقدمون له الاحترام. بحكمته وبعد نظره وتفكيره الاستراتيجي العميق، انتزع الملك الحسين النصر في كل التحديات التي واجهت طوال سني حكمه. ومع أن معنوياته كانت عالية خلال فترة العلاج، إلا أن المرض كان أقوى. في ظهيرة يوم السابع من شباط عام 99 أغمض الحسين عينيه للمرة الأخيرة منتقلاً إلى الرفيق الأعلى. كانت جنازته تاريخية بكل معنى الكلمة ولا مثيل لها. حزن الأردنيين كان غامراً وهم يراقبون الرحلة الأخيرة للملك الباني
الذين لم تكن أغلبيتهم الساحقة تعرف غيره زعيما. لقد بكاه الأردنيون بحرقة كما بكته السماء. ثم جاء دور الزعماء وقادة العالم الذين حضروا النظرة الأخيرة على ملك في نعشه المجلل بالعلم طالما كان حاضرا بعمق بينهم. كانت جنازته الأكثر مهابة في القرن العشرين، ومناسبة لتضامن دولي غير مسبوق مع المملكة، ودعما مباشرا للعهد الجديد الذي مثله عبد الله الثاني بن الحسين. الجنازة العالمية التي أقيمت للحسين تعكس كراماته الشخصية والإنسانية التي كشفت عنها تلك الجنازة بحضور أكثر من 90 رئيس دولة، وكانت الأضخم في التاريخ المعاصر، وشكل رحيله نهاية عهد في الشرق الأوسط. كانت المشاركة العالمية في تشييع الحسين ترجمة عملية للانطباع الواضح بأهمية الدولة الأردنية التي بناها الحسين. جنازة مهيبة ودع فيها الأردنيون والعالم الملك الحسين رمزاً معبراً لتاريخ رجل قائد رحل قبل أوانه.